فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. الحديث ذا فيه سبحان الله وبحمده ودمت تقل ميزان الحسنات، وفيه أستغفر الله وأتوب إليه ودمت تخفف ميزان شنو؟ السيئات. ومعنى سبحان الله وبحمده، سبحان الله تنزيه لله تعالى من صفات النقص من النقائص، يعني الله منزه عن البخل، منزه عن الظلم، منزه عن الموت، منزه عن الفقر، منزه عن جميع صفات النقص سبحانه وتعالى. ومتصف وبحمده متصف بصفات الكمال، ومن ذلك أنه ينعم على العباد، والواجب على العباد أن يشكروه وأن يحمدوه وأن يحمدوه سبحانه وتعالى. عشان كذا قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالزول يا جماعة يسبح سبحان الله وبحمده ويشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من هذه النعم العظيمة التي يشعر بها العبد، يشعر ببعضها وبعض هذه النعم قد تخفى عليه. والتسبيح ده النبي عليه الصلاة والسلام مر بأبي هريرة، حديث حسن الألباني، فوجده يغرس غرسا قاعد يزرع، فقال ما هذا يا أبا هريرة؟ قال غرس لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زراعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئك أو ألا أدلك على غرس خير من هذا؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لك بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. عشان كده يا جماعة الزول يسبح كثير. والله قال لك في القرآن، قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله جل وعلا شوف كمان الآية دي، والله الزول عاقل والزول المؤمن جد كامل الإيمان أو يسعى في تكميل إيمانه. شفت الآية دي بالذات في سورة البقرة، لو ما في الذكر ده ما فيه فائدة إلا دي بس كفاية، وما بالك بباقي الفوائد. من قيم ذكر 100 فائدة للذكر. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة فاذكروني أذكركم. أحسن من دي التدارش، يعني أنت بتذكر الله، الله بيذكرك سبحانه وتعالى، بيذكرك في الملأ الأعلى، وده خير لك. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا شك أن ذكر الله تعالى ليس كذكر شنو المخلوق، لكن في النهاية الله سبحانه وتعالى بيذكرك وبيرفع درجتك، وكونه الله يثني عليك ويذكرك إذا صح التعبير ده خير كثير جدا يعني.